الثلاثية هي الفرقة عن الناس، فرقة عن الناس، طبعا السنة والجماعة، السنة والجماعة. أختنا تقول لقد انتشرت تربية الطيور الأليفة وحبسها وتسأل عن الحكم. لا يعلم بأس في ذلك، سواء كان حماما أو ضبغا أو غيره من الطيور التي ينتفع بها أو يستأنس بها أو ما أشبه ذلك مما قد ينتفع به أهل البيت إذا أحسنوا إليها بالماء والطعام ولم يظلموها فلا بأس في ذلك. وإن كرهها على بعض أهل العلم لكن لا نعلم في هذا بأسا، إذا أدي الحق من جهة الشراب والطعام ولم تؤذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة عذبت في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، هي حبستها ولا هي تركتها تأكل فجاج الأرض. فهذا يدل على أن من حبس الحيوان وأطعمه وسقاه وقال بحاجته لا حرج عليه، ناقة أو بقرة أو شيء من الغنم أو غير من الضبا أو غير ذلك، هكذا الطيور التي أشار لها السائل. نعم.